بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم موضوعنا عن صفات البادري. هلا في مربين صار لهم 5 سنوات وعشر سنوات لهلا ما بيعرف شو الصفات الوراثية بالبادري، وفي مربين صار لهم سنة أو سنتين فأول ما تعلم تعلم صفات البادري، فما شاء الله صار من أحسن المربين. فأهم شيء أنت كهاوي بادري تعرف شو الصفات الوراثية. بدنا ننسى شيء اسمه البطن بستان، يعني هاي الفكرة اللي تعلمناها من زمان إنه البطن بستان، إنه البادري بيطلع لي فراخ من جميع الألوان، بدنا ننساها لأنه في شيء اسمه علم وراثي. فاليوم راح نحكي عن صفات في البادري. أول صفة هي الصفات المرتبطة بالجنس، ثاني صفة الصفات المتنحية، ثالث صفة الصفات السائدة. فنحن كهاوين ومربين بادري إذا عرفنا هذول الصفات الثلاثة خلاص، فنحن هلا هون عرفنا شو نشتغل شو نركب. لازم تضل تسأل، أنا لحد الآن بسأل، علم البادري علم كبير، فلازم الإنسان يضل يسأل ويتعلم. العيب إن نحن ما نتعلم. فأنا اليوم راح نحكي عن الصفات المرتبطة بالجنس. أول صفة، الصفات المرتبطة بالجنس تحملها الذكور، منها صفة الإينو هي اللي بتضم الألبينو لاتينو الكريمي. الصفة الثانية هي صفة السينامون، طفرة السينامون. ثالث صفة طفرة الكلير بادي. رابع طفرة هي طفرة الأوبلاين. فهذه الصفات هاي كلها تحملها الذكور. مثلا ذكر ألبينو مع أنثى ألبينو جميع الإنتاج راح يكون عين حمراء. ذكر ألبينو مع عيون سود، ذكر مع عيون سود، فجميع الأناثي حصرا عين حمراء. والذكور راح تكون عيون سود سبلت إنه راح نرجع الصفة الأساسية. إذا قلبنا التركيبة أنثى عيون سود ذكر عين سوداء مع أنثى عين حمراء، فجميع الطيور راح تكون عيون سود، الذكور منهم سبلت إنه. السلام عليكم ورحمة الله، وإن شاء الله فيديو ثاني راح نحكي عن الصفات المتنحية والصفات السائدة.